بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب السادس الإعدادي دفعة 2023. طبعا دخلنا باليونت 2، فأريدكم شدوا لي حالكم شوية. ما أقول لك اليونت 2 صعب، لا، جدا جدا سهل، بس بالمواضيع الأخيرة يردنا شوية تركيز. مو صعبات، قاعدة ثابتة، خطوات ثابتة، بس يراد من عندك حفظ. راح ناخذ بهاي المحاضرة أربع مواضيع. راح تقول أستاذ هواي، لا أبدا مو هواي، كلش سهلات هاي الأربع مواضيع. يجنك بالسؤال الثاني فرع أي، كل سنة يجيك واحد من عندهن عليه درجتين، يعني إذا تحفظ ذن الأربع مواضيع بهاي المحاضرة هاي درجتين ضمنتها بجيبك. شنو أول موضوع؟ قبل ما ندخل بأول موضوع، كالعادة الأفعال الشاذة. بي تصير was aware. ال was شو وقت ال بي تصير was؟ إذا كان الفاعل مفرد، وتصير where إذا كان الفاعل جمع. بالتصريف تصير been. ring rang wrong. sing sang song. شوف هنا أنا يو هنا بس يتغير حرف واحد. drink drank drunk. هنا لا، عندنا بعد فعل لازم من الخمسة، والسوم ما بقى لنا شيء، ونكمل إن شاء الله. أول موضوع إعطاء النصيحة من اسمه، يعني تعطي نصيحة. عندك قاعدة واحدة تجي إثبات ونفي وسؤال، مثبت نفي وسؤال. شنو قاعدتك؟ يو المثبت يو زائد شود زائد فعل مجرد. بالنفي يو زائد شودنت زائد فعل مجرد. بالسؤال بس اخلي الشود بالبداية، بس هنا انا اي، ركز لي مو يو، شود زائد اي زائد فعل مجرد، ولا تنسى لي علامة الاستفهام. بأي قاعدة تكون سؤال فعلامة الاستفهام لا تنساها، وكل فعل مساعد بالبداية معناها سؤال. هذن ثلاث قواعد حفظوا ليهن. طبعا مثال وزاري ما جاي على قاعدة السؤال، بس احتمال أنا أسوي لكم ثرائي، وإذا أكو جاي ف همين أعطيكم إياه، يعني أبحث أكثر، وإذا ماكو أنا أسوي لكم واحد ثرائي. تمام، زين. شلون أحل وشلون تجيني صيغة السؤال؟ تجيك صيغة السؤال. الحلو بهاي المواضيع الأربعة يعطيك اسمهن. شوف هنا أنا مطيك سؤال، يعطيك بين قوسين بالنهاية give advice، إعطاء النصيحة. مو تروح لي على الموضوع اللي باليونت الأول إعطاء النصيحة الأمرية، ذيك give an imperative to give advice، ذيك واحد، هذيك إذا أشوف بها imperative يعني نصيحة أمرية، هاي بس يقول لك give advice. تمام، شلون أحل؟ شفتها مثبت، لا هي لا بها نفي ولا بها استفهام، إذن قاعدتي مثبت، بس سنزل قاعدة المثبت يو اللي هو نزلتها زائد الشد أنزلها زائد فعل مجرد. هذا فعل مجرد، اي فعل مجرد، اذا ننزل الفعل المجرد والكلمه كلها السؤال كله انزله بدون ما اتلاعب باي حرف، كله ينزل السؤال. شوف السويت انا، ابدا ما سويت شيء، قال لي give advice، عدي قاعدتي، قاعدتي مثبت لان هنا انا مثبت، اليو نزلتها يو، الشوت نزلتها شوت، وكملت ونزلت السؤال كله ورا ما حطيت القاعدة. هذا فعل مجرد، فعل مجرد إذا نزله نفسه. تمام، والتكملة أيضا نزلتها، أبدا ما سويت شيء. أستاذ ثابتة وبكل الأسئلة هيجن حيل؟ نعم،
نشوف السؤال للوزار الثاني. زين استاذ، شو وقت استخدمان قاعدة الشودينت؟ اكيد راح اقول لك اذا تلقى بها نفي. ونقطة ثانية، اذا اكتبها بالاسود، اذا وجدنا الفعل leave في السؤال فنحل بقاعدة shouldn't، يعني أحل بقاعدة النفي. I shouldn't، قاعدة النفي. هذا السؤال شو يقول لك؟ leave keys in the flower pot. وقطعك الناس من الموضوع giving give advice. بدام شفت leave يعني أحل بقاعدة shouldn't، نفس الشيء أنزل اليو وشودنت تنزل وكمل بقية الجملة. طلاب، هذا الموضوع كلش سهل. فلاور بوت، نزلت الجملة بدون ما ألعب أي شيء بها، ولا وما تنسوا لي بالأخير نقطة. تمام، السؤال تاني، شفت الفعل ليف؟ إذا وجدنا الفعل leave في السؤال فنحل بقاعدة shouldn't، يعني قاعدة النفي. هذا leave، قاعدة shouldn't شنو؟ you، هاي you، shouldn't، هاي shouldn't، زاد فعل مجرد، هذا فعل مجرد هو من أصله، وأكمل الجملة، أنزلها كما هي. كل شيء ما سويت يعني حرام تروح من عندكم درجتين على هيك موضوع تافه. أستاذ، كل الأسئلة هيك الحل؟ نعم، كل الأسئلة الحل ثابت. تمام، الموضوع الآخر شو اسمه؟ بولايت ريكويست، الطلب المؤدب. بالطلب المؤدب عندك 4 أدوات، أي وحدة تحل بيهن صحيح، وكلهن نفس القاعدة. بس راح أوضح لك هنا آخر شيء، يعني تريد انت تحل بش اسمه بالوديو والكد او الكديو او الكانيو، حلك صحيح. زائد فعل مجرد وتكملة الجملة فارزة بليز وعلامة استفهام. هسه راح اوضح لك بالحل. عندك هنا أنا وزاري، give me your passport، وطاك اسم الموضوع polite request. شلون احل؟ على قاعدتي، اي وحده اختارها صحيح. مثلا راح اختار كانيو، اسهل وحده، كان يو، زاد فعل مجرد، هذا الفعل انزله كما هو، give تكمله الجمله، هاي معناها تكمله الجمله، اكمل الجمله، give me your passport. هو من اسم الطلب المؤدب، يعني بالأخير لازم تقول له بليز، تخلي فارزة من تخلص تكمل الجملة، ستنزل الجملة كاملة، تخلي فارزة وبليز وعلامة الاستفهام. ليش خليت علامة الاستفهام؟ لأن أنت تطلب، يعني يقول لك هل تستطيع أن تعطيني الباسبورت، وبدأ فعل مساعد بالبداية فأخلي استفهام بالنهاية. طبعا تحفظ لهاي القاعدة وروح، بس انا جاي افهمك، خاف نسيت هناك. السويت قال لي بولايت ريكوست، اعطاني اسم الموضوع، اختار اي وحدة من ذني، اختار اي تسهل وحدة، كانيو، كانيو نزلتها، فعل مجرد، اصلا هذا الفعل اصلا مطنيها مجرد، نزلته نفسه وكملت الجملة بالنهاية، خليت فارزة وبليز وعلامة استفهام على قاعدتي، ما سويت اي شيء. السؤال الثاني، get me a drink of water، وكاتب لك هنا بولايت ريكوست use would، use would، يعني هنا من يقول لك، من يحدك بأداة، مثلا يقول لك use would، تحل بالود على نفس القاعدة. مثلا أنا يعجبني أقول لك use could، أحل بنفس القاعدة.
نفس القاعدة. قال لك يوز كان، بس يعطيك اسم الموضوع، يقول لك بولايت ريكوست يوز كان، يعني حل غصبا ما عليك حل بهاي الأداة، أو يقول لك يوز ماي مو مشكلة. فهنا ايش كاتب لي؟ يوز ود عادي، لا ضج ولا أي شيء، اكتب لا قاعدة الود. ود يو، ود يو فعل مجرد، فعل مجرد، هذا مجرد أنزله. تكملة الجملة get me a drink of water. بالنهاية شنو من أكمل الجملة؟ فارزة وبليز ونقطة، فارزة وبليز والعفو أو علامة استفهام. زين استاذ شو هاي ماي آي تختلف عنهن؟ بها آي هذن كلهن به نيو. اكتب لي ملاحظة، تستخدم الأداة may I عند وجود كلمة أو الفعل see في الجملة أو في السؤال، أو عندما لا تجد me في الجملة. الملاحظتين تمشي، يعني إذا ما لقيت me بالجملة أشتغل بقاعدة may I، إذا لقيت see بالجملة اشتغل بقاعدة الماي اي، يعني بالأداة الماي اي وعلى نفس القاعدة. سهنا نشعد دي سي، انا قلت لك اذا تلقى سي بداية الجملة فاحل بقاعدة الماي اي، فيكون الحل ماي اي. ليش ماي اي؟ لان عدي سي زائد فعل مجرد نفسه ينزل نفس القاعدة، قلت لكم نفس القاعدة. أكمل الجملة your ticket فارزة بليز وعلامة استفهام. انتهى انتهى. طبعا هنا إذا أكو بالجملة سي مستحيل يقول لك حل بذني، يعني إذا أكو بالجملة سي راح يقول لك use may، او ما يقول لك يوز ماي، يقول لك بس بولايت ريكوست، انت بس تشوف سي تحل بالاداة ماي اي. نعبر عن الموضوع اللي بعده، لحد الان المواضيع كلش سهله. الدقيقه ناخذ الاقتراح بعدين العرض. ميكينج سجشن، شنو يعني تكوين الاقتراح؟ هنا اتش شال. هنا عندك ثلاث قواعد، ثلاثة تحفظهن وأي واحدة تحل بها صحيح. ليش ثلاثة تحفظهن؟ جايك بالحكي. القاعدة الأولى شال وي زائد فعل مجرد زائد استفهام، هذا المواضيع الأربعة كلهن مجرد، كلهن وراهن فعل مجرد أو قواعد بها فعل مجرد. شال وي زائد فعل مجرد زائد علامة استفهام. أول قاعدة الثانية قلت لك أي واحدة تحل بين صحيح، بس أنت لازم تحفظين ثلاثتين. We could زائد فعل مجرد زائد نقطة مو علامة استفهام. ليش؟ لأن هنا أنا بادي فاعل، لا تبدأ فعل مساعد يلا تحط علامة استفهام. تمام. أو الملاحظة أو القاعدة الثالثة والأخيرة let's زائد فعل مجرد بالأخير أحط نقطة. طلاب نبدأ نحل بالوزاريات، نبدأ نحل بالوزاريات. نعطيك أول سؤال take a taxi to the airport suggestion، نعطيك اسم الموضوع، هذا اسم الموضوع نفسه اقتراح، أو يقول لك make suggestion أو يعجبه يقول لك بس suggestion، هو بكيف بعد. عرفت عن الاقتراح؟ هنا أنا محددني بأداة ما محددني بأداة، أحل بأي وحدة صحيح، فراح أحل بالقاعدة الأولى شال. زي استاذ اذا انا حليت بهاي القاعده صحيح، اذا انا حليت بهاي القاعده ايضا صحيح، لان هو ما محددك ابدا. شلوي نزلت هاي الشلوي زائد فعل مجرد هذا الفعل انزله، بعد ما عندي شيء اسوي اكمل الجمله to the airport. بالنهايه ايش عندي؟ بدل قاعده الشلوي بها علامه الاستفهام بالنهاية، وهاي الحل صحيح.
وإذا حليت بهاي القاعدة صحيح، وإذا حليت بهاي القاعدة يعطيك صحيح. زين، حبيت أعطيكم هذا السؤال شوي لأن أدري بكم إذا تشوفوا بالامتحان راح تخترعون عبالكم بيفيك. هذا نفس قلت لكم أي سؤال يجيكم على ذن المواضيع حلهن ثابت، حلهن ثابت. إجى هذا السؤال الوزاري كاتب لك هنا أنا suggestion، كاتب لك اسم الموضوع اقتراح، يعني سوي لي اقتراح. أي وحدة بدل ما محددك بأداة، بدل ما محددك بأداة فأحل بأي قاعدة ويعتبره صحيح. هسه حاليا راح أحل بقاعدة، بالقاعدة الثانية مال ويكود. أيضا ويكود شنو قاعدتي؟ ويكود أنزل ويكود زائد فعل مجرد أنزل الفعل زائد تكملة يعني كمل الجملة in the بالأخير إيش عدي؟ مو استفهام، ركز لي بالأخير نقطة وهيك الحل حيكون أيضا صحيح. السؤال الوزاري الثالث، هذا الحل. السؤال الوزاري الثالث كاتب لك go to the shops before the plan leaves ومطيق suggestion، بس هنا أنا شنو إيش كاتب لك؟ ركز لي إيش كاتب لك، ركز لي بابا، ركز لي على السؤال. use let's يعني حددك بالقاعدة ما let's. اصلا اسهل قاعدة بهن let's، بس تحط let's هاي الجواب let's قاعدة شنو let's زاد فعل مجرد ما عندي شيء هو منطق يا فعل مجرد انزل الجملة كما هي كما to the ونزلها الى الاخير واضيف بالاخير نقطة حسب قاعدتي، ما سويت اي شيء. اذا حددك باداة عادي، لذلك قلت لك احفظهن كليتين. مثلا يقول لك use shall ويعطيك suggestion يقول لك use shall use could، فانت او يقول لك use let's مثل هاي السؤال suggestion قاتب لك use let's. اصلا الموضوع كلش بسيط، نزلت let's فعل مجرد وكملت الجملة تمام، هو منطقي يا فعل مجرد وتكمل الجملة. طبعا دائما طلاب هذا الموضوع يجيك الفعل هو مجرد، يعني لا تخاف منه، نزل الجملة كما هي تمام. الموضوع الأخير أوفر العرض، العريض بأربع قواعد أيضا لازم كلهن تحفظهن. القاعدة الأولى would you like زائد اسم العرض زائد استفهام. ليش استفهام؟ لأن بادية فعل مساعد. هنا هاي قاعدة واحد، هاي القاعدة للاسم وهذا من القواعد للفعل. قواعد الفعل شو تقول لك؟ Would you like me to زائد فعل زائد علامة استفهام. القاعدة الثانية مال الفعل shall I زائد فعل زائد استفهام. القاعدة الأخيرة مال الفعل I will زائد فعل زائد نقطة. شو وقت أحل بهاي القاعدة؟ وش وقت أحل بهاي القاعدة؟ مطيك ملاحظة، عندما تبدأ الجملة ب any أو a أو an أو the أو some، عندما تبدأ الجملة ب any أو a أو an أو the أو some يعني بداية الجملة تبدأ بذني، يكون العرض اسم، يعني أحل بقاعدة الاسم أول وحدة. عدا ذلك يعني ما لقيت ذن بداية الجملة، عدا ذلك يكون نوع العرض فعل، يعني أحل بإحدى القواعد ذني. زين، السؤال الوزاري الأول اللي يخص هذا الموضوع
help you with your package. أشوف هذا فعل لو اسم العرض كاتب لك مطيك اسم الموضوع offer. قلت لك يطيك اسم الموضوع offer يعني حل قواعد العرض. أول شيء لازم أعرف اسم لو فعل بادية الجملة بأني لا، بادية بأ لا، بادية بأي أن لا، بادية بذ لا، بادية بسام لا. إذن هذا السؤال أحل بقاعدة الفعل. هنا أنا محددني بأداة ما محددك بأداة، فأحل بأي وحدة صحيح. راح أحل بأسهل وحدة اللي هي آخر وحدة I was زاد فعل، فعل نفسه أنزله وتكملت الجملة. ما سويت أي شيء بس ضفت I will. سويت شيء يعني بالجملة، فقط ضفت لها بالبداية I will with your package وخلي بالنهاية نقطة. السؤال الوزارة الثاني open the window، كاتب لك offer use shall، يعني شي يريدك تحل بيها قاعدة، قاعدة الشال. بكل بساطة أنزل الشال، قاعدة الشال شنو؟ شال آي، أنزل الشال آي بالبداية زائد فعل، هذا الفعل بالبداية يعطيك إياه open the window وأكمل الجملة. وبالأخير شنو هنا؟ أنا عندي علامة استفهام. وبكل بساطة ذني الأربع مواضيع